بطريقة ما الأعشاب الضارة شبيهة بوحش كاسر، ونحن إلى حد ما نساعدها في الانتشار، وعلينا أن نلوم أنفسنا لأننا منحناها الفرصة. لذلك ستكون المعركة بيننا وبين الأعشاب الضارة طويلة جدا. ليس هناك من تعريف عالمي للعشب الضار، ففي الواقع يمكن لأي نبتة أن تظهر في مكان غير مرغوب بها فيه، لكن كثيرا من الأعشاب الضارة لها بعض الميزات والخصائص المشتركة، وهذه الأعشاب مناسبة لبيئات الحدائق المنزلية وتنتشر سريعا في أي فسحة متوفرة. في بدايات الربيع أولى النباتات التي تظهر في الحديقة هي من الأعشاب الضارة. إن لها جذورا سميكة للتخزين تحتوي على احتياطي الطاقة تسمح لها بالظهور مبكرا بإذن الله. البعض مثل الهندباء البرية مثلا جعلها الله تعالى تتحمل البرد، والطريقة الوحيدة للتعامل مع هذه الأعشاب إما في سحبها من الأرض بواسطة اليد أو بالزرع بكثافة حتى لا يبقى لها مكان تنبت فيه. نباتات الهندباء البرية هيأ لها الله تعالى استراتيجية خاصة جدا، فهي تشكل وردية من الأوراق المنخفضة على الأرض، وبعد ذلك تطلق بإذن الله بسرعة ساقا طويلة في الهواء حيث تتفتح زهرة. غالبا سنرى مرجا أخضر مغطى بنباتات الهندباء البرية المزهرة رامية البذور بقدرة الله قبل أن يقدر الله لمعظم النباتات الأخرى النمو بشكل كامل. لقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه النباتات فعالة في الدفاع عن نفسها من المواشي ومن جزازة العشب بأن جعلها تأخذ شكل وردية منخفضة حاضنة الأرض. جزازة العشب سوف تقطع رأس الهندباء البرية وتمر تماما فوق الجزء الرئيسي من النبتة دون أن تسبب لها الأذى. الجزازة تجعل العشب قصيرا ما يسمح لنور الشمس بالمرور خلال أوراق الهندباء البرية، وطبعا إذا جززنا العشب بشكل منخفض كفاية فإننا نزيل قطعا صغيرة من العشب حيث الأرض غير مستوية قليلا، وهذه المساحات الصلعاء ستصبح مكانا مثاليا للهندباء البرية لتنبت من جديد. والجزء الآخر من استراتيجية الانتشار التي هيأها لها الله تعالى هي المظلات الطائرة التي تحمل البذور. هذه المظلات خفيفة جدا، فحالما تحط تقع البذور في مكان ما، وبإذن الله تنفتح المظلات التي على رأسها تاركة البذور الرفيعة وراءها. بعض الأعشاب وهبها الله سبحانه وتعالى الجمال والشكل الحسن، لكن مع ذلك فإن البعض يفضلون التخلص منها، بينما هي في الحقيقة نبات كسائر النباتات في الحديقة، نبتت لأن الله عز وجل هيأ لها كل أسباب الحياة كما هيأها لغيرها من الكائنات، إلا أن البعض يفضلون أن يزرعوا في حدائقهم أنواعا معينة في الأماكن التي نبتت فيها هذه النباتات. إن معظم الجهود التي يقوم بها الناس للتخلص من الأعشاب الضارة لا طائل منها. أحد الأمثلة هو ما تفعله مشذبة أو قطاعة الأعشاب. هذه الآلات تقطع الرأس النامي للعشب فتتيح فرصا جديدة لهذه الأعشاب. إنها تقطع النباتات من حولها سامحة باختراق كمية أكبر من الضوء إلى وردية العشب الضار. هذه الآلات يمكن أن تنشر البذور من رؤوس البذور الناضجة.